بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين مودة أهل البيت عليهم السلام. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يبرز مكانة أهل بيته صلوات الله عليهم بمحضر من أصحابه، داعياً إياهم إلى محبتهم ومودتهم وإجلالهم وإكرامهم. وقد علم الأصحاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما تكلم به كان عن الله تعالى حتما ويقينا. وكان للزهراء البتول صلوات الله عليها نصيب وافر من الاهتمام النبوي، فقد عرف بمقامها كثيرا فقال صلى الله عليه وآله: إن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وقال صلى الله عليه وآله: أتاني ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة أعز البرية علي. ونحن كمسلمين يجدر بنا الأخذ بما جاء به رسول الله من وجوب مودة آله وتوليهم وحفظ رسول الله فيهم، إذ أن المرء يحفظ في ولده. جعلنا الله تعالى وإياكم جميعا من خير مواليها العارفين بحقها والداعين إلى نصرتها، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.